ماكو شيء أغرب من هاي المدينة. مدينة محكوم عليها بالنار، بس كل مرة لازم ترجع لطبيعتها الأولى حتى تنولد من جديد. وإحنا هالمرة راح نساهم بولادتها. ممكن ندخل عناصر للاستعراض؟ مهمتهم يخربون الاستعراض وبعدها إحنا نطب؟ لا، هاي ما تساعدنا. الأفضل أن نسوي عدة تفجيرات خارج الساحة حتى نجذب أكبر عدد ممكن من الموجودين.